عشرات الإعلانات العلقانة براسنا لليوم هي من صناعة وتوقيع الياس الرحباني. قوة هالإنسان كانت إنه قادر يحفظنا نغمة بسيطة وكلام عن منتج معين، لدرجة إنه الإعلان نفسه يصير أشهر من المنتج ببعض الأحيان بفضل فن الياس الرحباني. شو هي أهم الإعلانات اللي قدر الياس رحباني يضيفها على المكتبة الموسيقية اللبنانية؟ تفاصيل بهالمجموعة. القوة بالإعلان أبعد من الماركة نفسها، إنما بقدرة الفنان اللي عم بيقدم هالأغنية يحفظها للناس ويخدم العلامة التجارية أكتر من كل محاولاتها لتسويق نفسها. وقوة الياس الرحباني بالذات إنه معظم الإعلانات اللي قدمهم صاروا من ذاكرتنا المجتمعية وما بيبقوا حصراً إعلانات تجارية. لافاش كيري كريم، مذاق فريد في جبنة غنية بالكريم. وأصبحت العلامات المحلية والعالمية أيضاً تلجأ للياس الرحباني على مر السنوات، فأصبح مقصد لكل اللي بحاجة يدخل اسم علامتهم على صلب المجتمع والذاكرة. وهيدا أمر منه سهل، والدليل أنه بعدنا لليوم حافظين هالألحان ومنرددهم. الإعلانات هي كان عندها بارت كبيرة من حياته للياس، يعني بلش بوقت بكير، يعني كانت بعدها شركات الإعلان عم تطلع بلبنان، وكان في تعاون مع شركات كبيرة، وإذا بدك بلشوا بالأغنية الدعائية اللي هي ما كانت بعد كتير دارجة، ما كانت موجودة حتى برا، ما كانت كتير دارجة، يعني كان بعدها شغلة جديدة إنه تعمل أغنية للدعاية. والقوة بالإعلان أيضاً هي أنه بكتير من الأحيان يقدر يقنع الناس بأمور تفيد العلامة التجارية ولو أنها منا علمية أو صحيحة 100% لمجرد أنها موجودة بالكلمات. الفرنساوي لما تقول له جبنة بيكون، أصحاب الفرنساوي بيجوا لهم شو كيف جبنة فرنسية؟ أنع الناس أنه من جبال القلب طعمتها شهية، يعني هي مش موجودة بفرنسا، يعني الناس انه بيستخفوا بالاعلان 30 ثانية. بعض الاعلانات تحولت لاغنيات ايضا، مثل ما صار بباريلا اللي لفتت انتباه صباح وأصبحت من بعدها وعدوني ونطروني، بدليل على أنه لحن الإعلان قدر يخرق التوقعات وينحفظ من الناس ويكون هالقد سهل وحلو ليتحول لأغنية فعلية وطويلة. لما قال لي الوالد أنه إذا فيك تعمل إعلان ب 30 ثانية ناجح ويفوت على عقل الناس أصعب من الغنية، لأن الغنية معك وقت تقنع الناس بعد دقيقة دقيقتين إنها حلوة، بس كيف بدك تقنع الناس بثلاثين ثانية إنه هذا البرودكت مزبوط وحلو وتخلي الناس تحفظه؟ فأصعب إنك بثلاثين ثانية توصل هالرسالة. شوف طريقتك ريوفاك أيضا من الإعلانات يلي بالصوت والصورة بيردوا كتير منها للطفولة، علما أنه ما نعرض إعلانات غيرها، بدليل أنه هالنسخة قوية لدرجة مش ممكن ينعمل أقوى منها. لما نحصي كمية الإعلانات الراسخة منعرف فعلياً أنه الياس الرحباني الموسيقي كان قادر يعمل شغل مسؤولين تسويق وإعلانات بوقت أنه هيدي منا شغلته الأساسية، ليكمل موهبته على مختلف الأصعدة. ولليوم في أغاني في دعايات بعد لليوم الترجمة 30 و40 لغة بالعالم،
وبعدها لليوم تتغنى والناس بتغنيها هي مثل خبزنا اليومي يعني. بعتقد هيدا شيء قليل يعني، حتى برا بأوروبا وبأمريكا عمل دعايات وأغاني، بس ما بفتكر في أغاني هالقد تغنت وبقيت بالذاكرة عند الناس من جيل لجيل.